طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي أهلا بكم من جديد ودرس من دروس لغتنا العربية بعنوان عودوا إلى مصر للشاعر الكبير شاعر المعاصرة والواقعية فاروق جويده. بداية نتعرف على شاعرنا اليوم فاروق جويده. شاعر مصري معاصر من محافظة كفر الشيخ. عاش طفولته في محافظة البحيرة تخرج في كليه الاداب له العديد من الدواوين الشعريه والمسرحيات الشعريه من ضمنها في عينيك عنواني الوزير العاشق الى اخره. مناسبه النص بتاعنا يا جماعه فاروق جويده بيطلق صرخه صيحه لكل المغتربين عن وطنهم الحبيب مصر. ينادي فيهم حبهم لوطنهم وعشقهم لارضهم وما فيها من جمال وخير ونماء وخصوصا نهر النيل الشاعر يلعب على اوتار الحب والانتماء لكي يجذب ابناء مصر المغتربين ان يعودوا اليها من جديد ولا يوجد احب الى المصريين من نهر النيل لكي يكون سببا لان يعودوا الى بلادهم من جديد فالفكر بتاعتنا يا جماعه اولا عتاب لكل المغتربين من الشاعر لأبناء مصر في الخارج اتنين فضل النيل على المصريين نمرة ثلاثة مصر تحتاج لعزيمة أبنائها شاعر بيقول عودوا إلى مصر عودوا إلى مصر ماء النيل يكفينا منذ ارتحلتم وحزن النهر يدمينا أين الزمان الذي عشناه أغنية؟ فعانق الدهر في ود أمانينا؟ هل هانت الأرض أم هانت عزائمنا؟ أم أصبح الحلم أكفانا تغطينا؟ نناقش الأبيات مناقشة لغوية. عودوا إلى مصر، كلمة عودوا طبعاً ده فعل أمر، مرادفها ارحلوا، اذهبوا، ارجعوا، أم الأولى والثانية؟ طبعا عودوا أي ارجعوا إلى مصر. جمع كلمة النهر يا جماعة أنهار أنهر نهر أم جميع ما سبق؟ جميع ما سبق صحيح. المراد من كلمة أغنية لما نيجي نشوف كلمة أغنية أين الزمان الذي عشناه أغنية؟ اه يبقى الشاعر هنا بيستعيد ذكريات الماضي والزمان الجميل الذي عشناه مثل الأغنية أي عشناه فرحة سعادة أمل كل ما سبق صحيح يبقى الزمان فين الأيام الجميلة اللي كانت مملوءة بالفرحة والسعادة والأمل يبقى ده المراد من كلمة أغنية هل هانت الأرض أم هانت عزائمنا كلمة هانت مضادها ضعفت ذلت عزت أم الأولى والثانية هانت جاية جماعة من الإزلال يبقى عكسها عزت، يقول لك فلان ده هين تمام مهان يعني ذليل يبقى إذا عكسها عزت. هل هانت الأرض أم هانت عزائمنا؟ تمام يبقى مضاد هانت زي ما قلنا عزت. طيب كلمة يدمينا منذ ارتحلتم وحزن النهر يدمينا يدمينا يعني يجرحنا يبقى المراد بيها يداوينا يرعبنا يزمئنا يؤلمنا أقرب حاجة للكلمة يدمينا من الدماء من الدم يبقى إيه يؤلمنا خد بالك لازم تقدر تستنتج معنى الكلمة سواء من جذرها اللغوي من الدماء هنا جبت كلمة دماء يبقى الدماء يبقى يؤلم أو من سياق الكلام فدي كلها وسائل لمعرفة معنى الكلمة إذا لم تكن تعرفها مسبقا عايزين نعرف لمن يوجه الشاعر كلامه في هذه الأبيات، وبما علل من وجهة نظره هجرة شباب مصر عنها. يوجه الشاعر حديثه على وجه الخصوص بصفة أكبر للشباب، لأن معظم الناس اللي بتترك أوطانها في الوقت الحالي من الشباب، قد يهاجرون لأسباب مختلفة يمكن بحثًا عن الرزق أو تحسين مستوى المعيشة إلى آخره. ولكن الشاعر يرى ان الهجره وترك الوطن ينبئ عن اسباب جارحه واسباب مؤلمه فالشعر يقول اين الزمان الذي عشناه اغنيه يطالب ابناء مصر بالعوده الى وطنهم فالنهر حزين على هجره ابنائه ويتساءل اين الايام الجميله الذي عشناها في فرحه وامل وتفاؤل وكنا نتعانق فيها في حب وموده تعانق فيها الحب مع الامل مع الفرحه مع التفاؤل هل تركتم الوطن لان الارض قد هانت عليكم قل شانها في نظركم ام ان احلامكم غابت وماتت واصبحت كالاكفان التي يغطى بها الميت هل تنازلتم عن احلامكم واهدافكم في وطنكم الشاعر يتساءل: أهذا بسبب ضعف حبكم لوطنكم؟ أم هان الوطن في عيونكم؟ أم قد تنازلتم عن آمالكم وأحلامكم؟ تمام. ننتقل إلى التحليل البلاغي للأبيات، بفكركم بالخريطة البلاغية بتاعتنا من خلال الألوان، نتأملها كده سريعاً، ونبدأ نحلل النص تحليل بلاغي مع بعض. عودوا إلى مصر ماء النيل يكفينا منذ ارتحلتم وحزن النهر يدمينا. عندي اللون الاخضر بتاعي موجود معايا استعاره مكنيه موجود معايا من الصور البيانيه الكنايه اهي تعالوا نشوف كده الكنايه في ايه والاستعاره المكنيه في ايه يا شباب حزن النهر يدمينا كلمه يدمي زي ما قلنا يؤلم انا ممكن اقول لك مثلا آه الضرب بهذا الشيء يؤلمني او يدميني او مثلا هذا الشخص يدميني بيجرحني وبيعورني وبيضربني يبقى إذا هنا استعارة مكنية شبه الإيه؟ شبه النهر أولا بشخص حزين، حزن النهر، مفيش نهر بيحزن، النهر ده غير عاقل، يبقى أنا معايا استعارة مكنية شبه النهر بشخص يحزن. تمام كده؟ وسر الجمال يبقى إيه؟ يبقى التشخيص. طيب حزن النهر يدمينا شبه حزن النهر وكأنه شخص يؤلم أبناء مصر. شخص يجرح أبناء مصر. تمام؟ يبقى في استعارتين مكنيتين. كلمة حزن النهر استعارة مكنية شبه النهر بشخص حزين وسر الجمال التشخيص. طب حزن النهر بيؤلم يبقى استعارة مكنية شبه الحزن وكأنه شخص يسبب الألم أو الجرح. وسر الجمال التشخيص. جميل. طيب وممكن تبقى كناية كمان يعني كل استعارة مكنية عادة ما بتكون فيها كناية، كناية عن إيه؟ كناية عن شدة الأثر السيء الذي تركه هجرة أبناء مصر. يبقى شدة الأثر السيء الذي يشعر به أبناء مصر بسبب نهر النيل الحزين عليهم وعلى فراقهم. طيب يبقى أنا معايا استعارة مكنية سر جمال التشخيص. ماء النيل يكفينا دي كناية عن كثرة خيرات مصر وكثرة ثرواتها يقول لك مية النيل دي تكفينا وزيادة يبقى كناية عن كثرة الثروات والخيرات في أرض مصر. ده بالنسبة للصور البيانية يا جماعة. تعالوا نشوف المحسنات البديعيه عندي في عند حضرتك الطباق عودوا وارتحلتم باللون الاحمر معايا اهي يبقى في طباق كلمتين عكس بعض عودوا ورجعوا ارتحلتم ذهبتم مشيتوا خلاص يبقى بينهم ايه طباق يوضح المعنى وياكده وده محسن بديعي يا شباب محسن بديعي لفظي ولا معنوي لا ده محسن بديعي معنوي كلمتين عكس بعض في المعنى طيب عندي محسن بديعي لفظي او موسيقي ايوه يكفينا ويدمينا ده محسن بديعي موسيقي اسمه أيوة تصريع ما بين يكفينا اتفاق نهاية الشطر الأول ذاكر كده معايا اتفاق نهاية الشطر الأول ونهاية الشطر الثاني في البيت رقم واحد في القصيدة ده اسمه تصريع يعطي جرسا موسيقيا طبعا السجع ده لما يكون في النثر وليس الشعر أين الزمان الذي عشناه أغنية فعانق الدهر في ود أمانينا؟ الصورة البيانية هنا يا جماعة لما أجي أقول لك إيه أين الزمان؟ فين الزمان؟ أنا ممكن أقول لحضرتك فين المفاتيح بتاعتي؟ فين الأموال؟ فين كذا؟ شيء مادي. لكن لما أجي أقول لك فين الزمان؟ أين الزمان؟ يبقى استعارة مكنية. شبهت الزمان بشيء مادي. يبحث عنه الشاعر. آه يبقى اذا استعاره مكنيه سر جمال التجسيم لان انا شبهت الزمان وهو معنوي بشيء مادي وسر الجمال التجسيم اين الزمان الذي عشناه اغنيه عشناه اغنيه خد بالك الهاء دي ايه تعود عليه تعود على الزمان يبقى هو كده شبه الزمان باغنيه يبقى انا عندي هنا ايه المشبه والمشبه به موجودين حتى لو كان المشبه ضمير حتى يا فندم لو كان المشبه ضمير يبقى اذا انا عندي هنا تشبيه للزمان الجميل بالاغنيه تمام وسر الجمال التوضيح لانه الاثنين يعتبر معنوي فعانق الدهر في ود امانينا الدهر اللي هو ايه يا جماعه كلنا عارفين الدهر اللي هو الزمن وجمعها دهور وادهر الدهر عانق الاماني الزمن الجميل ده كان بيحتضن يعانق يعني يحتضن الزمن الجميل والاماني بتاعتنا والاحلام كان يتعانقان كنا بنحضن امانينا وزمننا الجميل كانوا بيحضنوا بعضهم يبقى استعاره مكنية. شبه ايه؟ شبه الظهر. وايه؟ والاماني بشخصين يتعانقان. طب فين المشبه بيه؟ شخصين دي موجودة لا مش موجودة مكنية مستخبية. يبقى أنا معايا استعارة مكنية سر جمالها التشخيص. جميل. هنا بيقول لي فعانق الدهر في ود أمانينا. ممكن أقول لك برضه هنا عندك أسلوب قصر في ود أهي. ما أنا ممكن أقول لك عانق الدهر أمانينا في ود. صح كده؟ يبقى هو هنا مقدم الجر والمجرور على المفعول به، فده اسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. ننقل على البيت اللي بعده لما يجي يقول لي هل هانت الارض ام هانت عزائمنا؟ ام اصبح الحلم اكفانا تغطينا؟ هانت الارض هي الارض هانت، الارض اتذلت، انا ممكن اقول لك هو بتذل صاحبك ده انت بتذلني يا عم على كذا؟ ده صفة ممكن أقولها الإنسان لكن الأرض هانت الأرض تزلت يبقى استعارة مكنية العزائم اتزلت وتهانت يبقى استعارة مكنية شبه الأرض مرة بشخص يهان وسر الجمال التشخيص والتانية شبه العزائم بشخص يهون أو يهان وسر الجمال التشخيص أصبح الحلم أكفان الحلم أكفان آدي المشبه وآدي المشبه به عشان كده قلت لك الصورة هنا نوعها إيه تشبيه تشبيه بليغ يا جماعة يبقى دي تشبيه بليغ سر الجمال ايه بقى التجسيم الحلم معنوي والاكفان مادي يبقى سر الجمال التجسيم نوع الاسلوب يا جماعة في الثلاث ابيات اللي قدامنا ايه عودوا إنشائي امر إنشائي امر غرض النصح والارشاد اين الزمان إنشائي استفهام غرض التعجب هل هانت الارض اسلوب إنشاء غرض التعجب والاستنكار هل هانت الارض الارض هانت عليكم يا ابناء مصر مم. يبقى ده كله انشاء استفهام غرضه التعجب تعالوا نتناول التحليل البلاغي كده ونطبق عليه تدريبات حزن النهر يدمينا نوع الصوره اه تانية والتالتة استعارة مكنية وكناية في نفس الوقت لأن حزن النهر زي ما قلنا استعارة مكنية سر جمالها التشخيص وهي كناية عن شدة الألم والتأثر ماء النيل يكفينا علاقتها بما قبلها بيقول لهم ايه بقى عودوا الى مصر ماء النيل يكفينا رجعوا لمصر ليه طيب نرجع لمصر ونسيب الغربه ماء النيل يكفينا يبقى تعليل لان لو وضعت هنا كلمه لان هلاقي الدنيا ماشيه معايا كويس عودوا الى مصر لان ماء النيل يكفينا مش مستاهله تتغربوا عانق وود تحيان بالحميميه الشك الحب الأولى والثالثة طبعا الأولى والثالثة الحميمية يعني القرب والمحبة أم أصبح الحلم أكفانا تغطينا صورة بيانية نوعها استعارة تشبيه مجاز مرسل كناية الحلم أكفان يبقى ده تشبيه بليغ سر جمال التكسيم لأن زي ما قلنا عندنا المشبه والمشبه به المشبه الحلم والمشبه به الأكفان فعانق الدهر في ود أمانينا أسلوب قصر وسيلته إيه يا شباب هم. تقديم إيه الجر والمجرور على إيه على المفعول به يبقى تقديم الجر وإيه المجرور يقول شاعرنا يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره لا شيء والله غير النيل يغنينا عودوا إلى مصر غوصوا في شواطئها فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا فكسرة الخبز بالإخلاص تشبعنا وقطرة الماء بالإيمان تروينا تمام دعوة من الشاعر لأبناء مصر المغتربين يذكرهم بفضل النيل على مصر والمصريين كلمة عاشق يا عاشق الأرض مرادفها محب والهان مشتاق طبعا جميع ما سبق غوصوا المراد بها خد بالك هنا انا ما بقولكش المراد فانا بقولك المراد غوصوا في شواطئها يعني ابحثوا المراد منها ابحثوا وجدوا واجتهدوا ابحثوا وجدوا واجتهدوا في كل مجالات العمل في مصر انت بتجد وتتعب في الخارج لماذا لا تبذل هذا الجهد في بلدك وفي وطنك جمع كلمة كسرة كسرة الخبز كسر وكسرات وكسرات يبقى الاولى والثانيه مضاد تروينا تروينا بالماء يبقى مضادها تظمئنا الري الارتواء بالماء فيكون المضاد الظما العطش يبقى الظما مضادها العطش تمام ما الذي استنكره الشاعر على شباب الغربه وما فضل النيل على المصريين الشاعر بيستنكر ايه بيعيب في ايه على المغتربين يا من تعشقون أرضكم الجميلة الساحرة لماذا تهجرونني لكم النيل هو مصدر الغنى والرخاء النيل هو الذي يحمي مصر على مر الأزمان من شر الجفاف في السنوات العجاف هو أولى بالعطاء هو أولى ببذل الجهد قطعة من الخبز نحصل عليها بتعبنا ونتقاسمها في انتماء وفي إيمان وفي عزيمة ومحبة لوطننا تكفينا وتشبعنا، وقطرة من الماء ونحن على أرضنا تروينا وتحفظنا. جميل. تحليل البلاغي للنص: "يا عاشق الأرض كيف النيل تهجره؟" آه تهجر النيل. الهجرة يعني الترك والخصام والانقطاع. يبقى إذن هنا استعارة مكنية، شبه النيل وكأنه شخص يهجره أبنائه. والسر الجمال التشخيص لا شيء والله غير النيل يغنينا خد بالك ان انت عندك اسلوب البيت خبري ولا انشاء يا جماعة انا معايا هنا اهو انشاء اه يا عاشق الارض انشاء نداء الغرض منه هنا ايه يا عاشق الارض التنبيه تمام بينبه كيف النيل تهجره ازاي تهجر يبقى ده انشاء استفهام هو كمان الغرض منه التعجب والاستنكار ازاي تهجر النيل عندي بعد كده اسلوب قصر وسيلته النفي بلا والاستثناء بغير لا شيء والله غير لا وغير يبقى ده اسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد والله اسلوب ايه ده؟ اسلوب قسم والقسم يعتبر جمله اعتراضيه فده اتنبع عن طريق الاعتراض الغرض منه تاكيد المعنى والله بقسم ليه؟ بحلف ليه؟ عشان أأكد عودوا إلى مصر غوصوا في شواطئها فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا أسلوب إنشائي أمر الغرض منه أيضا النصح والإرشاد غوصوا في شواطئها ليه عامل عندها أنا اللون بتاع الكناية يا جماعة أهي غوصوا في شواطئها كناية عن إيه؟ كناية عن الحث على العمل هو مش قصده إن هما يروحوا ينزلوا مثلا في البحر بقى وي... ويعوموا كده لا هو المقصود إن هما يبحثوا ويبذلوا الجهد في كل مجالات العمل فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا. نعطيه ويعطينا. طبعًا النيل بيعطي وإحنا بنعطي النيل بس طعرة مكنية. شبه النيل بشخص يعطي وشخص يأخذ وسر الجمال التشخيص. وطبعًا المحسن البديعي نعطيه ويعطينا طباق يوضح المعنى ويؤكده. طيب في هنا عندي إيجاز إيجاز بإيه؟ إيجاز بحذف المفعول به الثاني. لأن الفعل يعطي دوت بينصب مفعولين، نعطيه إيه ويعطينا إيه؟ نعطيه الاهتمام والرعاية ويعطينا الخيرات والرخاء، يبقى إذا أنا عندي هنا إيجاز بحذف المفعول به الثاني. فكسرة الخبز بالإخلاص تشبعنا وقطرة الماء بالإيمان تروينا. بيوضح لهم بقى ويقول لهم ارجعوا لوطنكم كسرة قطعة من الخبز ما دمنا مخلصين لوطننا تشبعنا قطرة من الماء طبعا هنا كناية عن إيه يا جماعة كناية عن الرضا والقناعة وأثرها الطيب في الحياة السعيدة حتة خبز صغيرة يعني هو ما يقصدش طبعا قطعة الخبز ولكن هو يقصد الخيرات والموارد حتى لو كانت قليلة ما دام هناك محبة وإخلاص وإيمان فهي تكفي الإنسان وتفيض أيضا محسن بديع عندي كسرة الخبز بالاخلاص تشبع قطرة الماء بالايمان تروينا لما يبقى عند حضرتك جمل بينها توازن موسيقي في الشعر يبقى معايا ايه ايوه كده حسن تقسيم اوعى إيه تقول ازدواج الازدواج ده فين في النثر لكن انا معايا ايه معايا شعر يبقى حسن تقسيم نفس الفكره ديت لو موجوده في النثر يبقى انت ازدواج صح لكن طالما جمل بينها توازن موسيقي في الشعر يبقى معاك حسن تقسيم يا فندم يعطي جرسا موسيقي تدريب على التحليل البلاغي يا عاشق الارض اسلوب انشاء نداء غرضه ها آه. العتاب بيعاتبه يا عاشق الارض لان هو قال له بعد كده ايه كيف النيل تهجره ممكن يكون التنبيه مع العتاب كمان كسره الخبز والماء بينهما مقابله مراعاة نظير أم طباق أم جناس كسرة الخبز والماء كلمات متلازمة في الذكر كلمات يكمل بعضها بعضا دون أن يكون هناك تضاد مية وخبز يبقى مراعاة نظير ما أقول لك ورق أو ألم أكل وشرب خبز وماء يبقى مراعاة نظير والله اطناب ب قلنا اطناب بالاعتراض لأن ده أسلوب قسم غرضه التوكيد النيل تهجره تهجر النيل ها استعاره ولا كنايه ولا تشبيه ولا مجاز مرسل طبعا استعاره واستعاره ايه مكنيه سر جمالها التشخيص تمام بيقول فاروق جويده عودوا الى النيل عودوا كي نطهره ان نقتسم خبزه بالعدل يكفينا عودوا الى مصر صدر الام يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا تعالوا نناقش الابيات مناقشه لغويه زي ما تعودنا نقتسم مرادفها نوزع نفتت نخصص ام جميع ما سبق نقتسم الخبز يعني نوزع الخبز بالعدل وطبعا الخبز هنا يا جماعه المقصود بيه ايه مصادر الخيرات في مصر وثروات مصر تمام خبزه المراد يبقى خيره ولا نعيمه ولا عيشه ولا الأولى والثانية يبقى الخير والنعيم الخير اللي موجود على أرض مصر النعيم الثروات الموارد كل ده اللي يقصد بيه الشاعر كلمة خبز معنى هجرناه تركناه فرقناه غادرناه طبعا جميع ما سبق هجرنا الشيء مضاد العدل الظلم الجور الإنصاف أم الأولى والثانية الظلم والجور يا جماعة الاتنين بنفس المعنى والعدل والإنصاف الاتنين بنفس المعنى يبقى مضاد العدل الأولى والثانية الظلم والجور طيب لماذا طلب الشاعر من الشباب أن يعودوا إلى مصر عمال تقول لهم عودوا عودوا ليه بيقول لهم هنا هو عودوا إلى النيل عودوا كي نطهره إن نقتسم خبزه بالعدل يكفينا عودوا الى مصر صدر الام يعرفنا مهما هجرناه في شوق يلاقينا يا شباب مصر حافظوا على ارضكم ونيلكم عيشوا في احضانه كي تطهروه من اي ملوثات ماديه كانت او معنويه الخير الذي في ارض مصر يكفي جميع ابنائها فمصر ام حنون تعرف ابنائها صدرها وحضنها فيه متسع لكل ابنائها مهما ابتعدوا عنها فإنها تشتاق إليهم ومهما فارقوها تلقاهم في ود وفي محبة، كما تلقى الأم أبناءها بعد طول غياب. فمن برنا بأمنا مصر أن نعود إليها ونحافظ على ثرواتها. تمام. التحليل البلاغي للفكرة الثالثة: عودوا إلى النيل عودوا كي نطهره. طبعاً عودوا إلى النيل استعار مكنية شبه النيل بشخص يرتبط به المصريون ويعودون إليه، ويطالبهم الشاعر بالعودة إليه. طب كلمة النيل يا جماعة، عندي النيل هنا بالأزرق دي مجاز مرسل. ليه مجاز مرسل؟ لأن النيل الشاعر مش قصده يرجعوا للنيل بالذات، يرجعوا لمصر، طب إيه علاقة النيل بمصر؟ النيل ده جزء من أرض مصر، يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئية. عبر بالجزء وهو يقصد الكل، ومش عايزهم يرجعوا للنيل ويسيبوا بقيه مصر، لا هو عايزهم يرجعوا للوطن نفسه، يبقى مجاز مرسل عن مصر كلها علاقته الجزئيه، وسر جمال المجاز الدقه مع الايجاز، اوعى تنسى الدقه في اختيار العلاقه مع الايجاز، عدو كي نطهره استعاره مكنية شبه النيل وكأنه شيء يحتاج الى التطهير، وسر الجمال التوضيح، ان نقتسم خبزه إن نقتسم خبزه بالعدل يكفينا، كناية عن كثرة الخيرات، وكناية عن أثر الإيمان والعزيمة في البركة والرخاء، وكلمة الخبز ليه فيها استعارة تصريحية يا شباب؟ هو يقصد إيه بالخبز زي ما قلنا؟ النعيم والثروات والخيرات، يبقى شبه النعيم والثروات والخيرات بالخبز، وصرح بالمشبه به، كلمة واحدة ينفع أسأل عنها بما المقصود به؟ يبقى على طول الصورة بتاعتك استعارة. ايه? وسر الجمال ممكن تمشي التوضيح ممكن تمشي التكسيم على حسب انت هتقول لي هو شبهها بايه يعني لو شبه مثلا الرخاء بالخبز يبقى سر الجمال التكسيم. طب لو قلت لي شبه ثروات مصر يبقى سر الجمال التوضيح لان الاتنين مادي ثروة وخبز اوكي عودوا الى النيل ها انشاء ايه انشاء امر غرض النصح والارشاد عودوا الى مصر صدر الام يعرفنا شبه مصر وكأنها أم تلقى أبنائها بأحضانها سر الجمال التشخيص مهما هجرناه في شوق يلاقينا آه يبقى استعارة مكنية شبه حضن الأم وكأنه شخص يلاقي أبنائه في حب ومودة بعد أن هجره أبنائه لفترة طويلة المحسن البديع عندي يا شباب هجرناه ويلاقينا الطباق بتاعنا هو موجود بالأحمر هجرنا ويلقينا طباق يوضح المعنى ويؤكده من خلال التدريب بتاعنا نقتسم خبزه صورة بيانية هي طبعا معانا كناية عن أثر القناعة وكسرة الإيه الخيرات طب لو قال لي كلمة خبزه لوحدها هقول له استعارة تصريحية عودوا إلى النيل عودوا كي نطهره إن نقتسم خبزه بالعدل هيحصل إيه؟ يكفينا يبقى علاقة يكفينا بما قبلها إجمال تعليل نتيجة تفصيل نتيجة. ليه يكفينا علاقتها بما قبلها نتيجة؟ خد بالك في هنا عند حضرتك ان أداة شرط، فعل الشرط نقتسم، جواب الشرط أهو. أه. يبقى إذا جواب الشرط يا جماعة دايمًا بيكون نتيجة لأداة وفعل الشرط. إنتوا ذاكر يحصل إيه؟ تنجح. يبقى الإجابة بتاعتي يكفينا نتيجة لما قبلها. هجرناه ويلاقينا. العلاقة بينهما ها؟ طباق يوضح المعنى ويؤكده. كلمة النيل ها تعتبر إيه؟ استعارة ولا كناية ولا تشبيه ولا مجاز مرسل كصورة بيانية؟ إحنا قلنا إيه؟ ما هيرجعوا للنيل بس ويسيبوا بقية مصر؟ لا، مجاز مرسل علاقته الجزئية. تمام. صدر الأم يعرفنا، صدر الأم يعرف علاقتها بما قبلها. عودوا إلى مصر. صدر الأم يعرفنا، ليه؟ بلدكم، أمكم تعرفكم جيدًا وتعرف إمكانياتكم ومهاراتكم. تمام. التعليق العام على النص بتاعي اللون الادبي للنص طبعا ده نص شعر وطني لان الشعر بيناقش قضيه وطنيه الانتماء للوطن والعوده اليه العصر الذي ينتمي اليه النص العصر الحديث سمات اسلوب الكاتب الفاظ سهله واضحه افكار مترابطه اسلوب رائع صور خياليه جذابه تنوع في الاسلوب بين الخبر والانشاء الملامح الشخصيه للكاتب انسان وطني مؤمن بعظمه مصر واهميه نهر النيل بارع متميز في اللغة، من أكثر شعراء الوطنية في مصر في العصر الحديث. في النهاية تدريب على نص متحرر يقول الشاعر إلي أبو ماضي: أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ها هنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا، أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منا أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى. حدد معنى كلمة فاضت فاضت بكت زادت فاضت مياهك أي ها زادت يفيض يقول لك ده أنا عندي كتير وفايد يبقى يزيد علاقة فاغتنى فاضت مياهك فاغتنى الفاء هنا تفيد الترتيب فهي نتيجة ميز مما يلي نوع اللون البياني في قوله أنا من طيورك بلبل آه أنا ده المشبه وكلمة بلبل دي المشبه به يبقى أنا عندي الاتنين موجودين مشبه ومشبه به يبقى ده تشبيه بليغ يا فندم تمام استنتج أثر البيئة على الشاعر مدللا من الأبيات لما نسمع الشاعر وحديثه فهو متأثر بجمال الطبيعة وسحرها في لبنان فأتى ذلك واضحا في ألفاظه الموحية المياه الجداول السنة والضوء الطيور، البلبل، الطائر المغرد، جميل الصوت. كل ذلك تأثرًا ببيئته التي نشأ فيها. ملمحين من ملامح الشخصية للكاتب، يبقى أنا في فرق بين السمات الأسلوب والملامح الشخصية، شخصيته شكلها إيه من خلال كلامه، إنسان وطني، رقيق المشاعر، محب للطبيعة. تمام. وبكده يا جماعة نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. عودوا الى مصر على وعد بلقاء جديد في درس جديد من دروس لغتنا الجميله اللغه العربيه